السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد. الفيديو هذا عندنا تجميعة حقة ألعاب لليوتيوبر واللي بيسوي اديت اللي بيسوي كل شيء بتاع كله بسعر مناسب، بسعر 3848 من موقع نيو ايج. فأخليكم مع التجميعة. اول شيء نبدا فيه يا جماعه الخير اللي هو من الاي في جي اي اللي هو الكرت 1070 العادي، ما هو تي اي لكنه السي يعني مطور، لكنه بشكل عام سعره مره مناسب، قيمته ب 1400 ريال. هذا الشيء صراحه سعره ممتاز جدا جدا جدا، 1400 اعتقد سعره ممتاز جدا. نجي للي بعده، بس ثواني بس، اللي هو عندنا اللي هو المعالج اللي هو الاي 5 8600K. 8600K حرف الكي زي ما قلنا الكسر السرعة، بقيمة 982. آخر ما نزل من كروت الشاشة، وزي ما تشوفون هو أقوى كارت موجود للاي 5. في الاي 7 لكن سعره مرتفع تقريبا ب 500 ريال أو 400 ريال، بشوف سعره كم بالضبط، فرق 400 ريال تقريبا. فاحنا لا نخليها مضبوط، الاي 5 8600K جدا قوي جدا مناسب بالتجميع ذي. شوف اللي بعده عندنا اللي هو الباور سبلاي، عندنا اخذت ارخص شيء 500 واط من شركة الاي في جي اي برضو، اللي هو برونز اديشن، لكنه سعره مرة رخيص 188 او 189 ارخص شيء ممكن تحصله. نجي اللي بعده عندنا اللي هو الرامات من شركة كورسير اللي هي 16 جيجا 8 قطعتين 8، والسرعة حقتهم 2400 ميجا هرتز بسرعة، وطبعا دي ار 4 اكيد يعني. طب يجي منها لونين، تبغى الاحمر او تبغى منها الاسود، اللي يعجبك على حسب اللي يعجبك انت. نجي اللي بعده اللي هو عندنا المذر بورد اللي هو H370 الاروس من شركة جيجا بايت، من افضل المذر بوردز. طبعا يجي معها مدمج اللي هو الواي فاي، تدعم الجيل الثامن معالجات سواء i5 i7، ما عندك اي مشكلة. تدعم الرامات الى سرعة 2666 ميجا هرتز، ما تحتاج السرعة دي، تحتاج انت فقط 2400 زي الرامات اللي شفت قبل وريتك اياها قبل شوي. طبعا سرعة الرامات ما تفرق بشيء، تقريبا تفرق بشيء بسيط بالثواني، فشيء ما يستاهلك تدفع فلوس عليه. فنجي عندنا اخر شيء عندنا اللي موجود اللي هو الستورج عندنا، او اللي هو الاس بي باور، طبعا اللي هو اس اس دي 512 جيجا بايت، او تقدر تاخذ العادي ارخص لك، لكن هذا يعطيك سرعه رهيبه للجهاز، بقيمه ب 293 قيمه باللوشي، رخيص جدا ترى، جدا رخيص. الاس اس دي عندنا لو تبي 512 جيجا محلي يعني راح يطلع لك اقل شيء 700 وتركيبه شيء سهل جدا. طبعا التجميع هذه كامله زي ما قلت لكم قبل 3848 ريال سعودي واصله لعندك. طبعا ما حطيت الكيس لان الكيس وجهه نظر، وكل واحد له الكيس اللي يعجبه واللي يبيه، فما بيشغل نفسي بالشيء ذا. انت اللي وناس بياخذ كيس ب 20 ريال، وناس بياخذ كيس ب 300 ريال، ناس بياخذ كيس ب 5000 ريال، اللي يعجبك. لكن قيمه التجميع ب 3848 ريال سعودي. فالى هنا يا جماعه الخير خلص الفيديو حقنا لليوم. اذا عجبتك التجميعه انشرها لاخوياك، ممكن احد يستفيد منها، واذا عندك تجميعه افضل حطها في الكومنت، خلي الجميع يستفيد. كان معكم باسل من قناه يسوكا، السلام عليكم.